تلقى حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى ال خليفة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه برقية تهنئة من سمو الشيخ علي بن خليفة ال خليفة مستشار صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء. رفع فيها إلى المقام السامي لحضرة صاحب الجلالة الملك المعظم اسمايات التهاني والتبريكات بمناسبة النجاح الكبير الذي حققته مملكة البحرين في استضافة أعمال الدورة العادية الثالثة والثلاثين لاجتماع مجلس جامعة الدول. العربيه على مستوى القمه مشيدا سموه بهذا الانجاز التاريخي الذي حققته مملكه البحرين برئاسه جلالته وبالجهود التي بذلت في تحقيق المزيد من المكتسبات السياسيه والدبلوماسيه للمملكه